بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين لنا سنة إلهية فاضلة باقية إلى يوم الدين تترجم عن حقيقة خلقها الله سبحانه وتعالى في الأكوان وأجرى عليها اجتماع الإنسان. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن لابد من حراك الناس وتداولهم، إن بالحرب إن اقتضى الأمر حربا، أو بالسلم إن اقتضى الأمر سلما. والأصل فيما بين الناس أنه قائم على الدعوة إلى الله. ولكن الله ذو فضل على العالمين. في حالة الحرب ربنا له الفضل على العالمين، وفي حالة السلم ربنا له الفضل على العالمين. فضل إيه بقى؟ فضل الخلق، فضل الفطرة التي فطر الناس عليها، فضل أنه قد خلق خيرا وشرا، فضل العلم لأنه هو الذي ألهم الإنسان كيف يخترع، كيف يكتشف، كيف يدافع عن نفسه، عن قيمه، عن مبادئه، كيف يكون قويا. حرم الله الظلم بين العباد، حرم الله الطغيان والعدوان، وهو سبحانه لا يحب المعتدين ولا يحب الفساد ويكره البغي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآيات التي فصل الله نبأها لنا والتي تشتمل على دروس نستفيد منها إلى أن نلقى الله يوم القيامة، ويبقى القرآن كتاب هداية ما بقيت الدنيا، يقص الله علينا قصة طالوت وجالوت وداود، وقصة النزاع وقصة الطاعة وقصة الخير، قصة البسطة في العلم وفي الجسم، قصص وعبر وعظات. ليس المقصد منها هو التاريخ، ولا المقصد منها هو أن نعلم حقائق حدثت في الماضي وحسب، بل هي حقائق خلقها الله في الكون وحكى عنها في كتابه من أجل أن نستفيد منها في قابل أيامنا. لابد ونحن نقرأ القرآن نستبطن هذا. ماذا تريد لنا أيها القرآن؟ وماذا تريد منا؟ قل وأنا أسمع. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وليس بالباطل. وكلمة بالحق تعني الثبات، حق يعني ثابت، وكلمة ثابت يعني هذه قصص حصلت فعلا ولم تحدث خيالا ولا وهما، ده بالحق. وأن العبر المستفادة منها باقية إلى يوم القيامة لأنه حق ثابت. إذن الثبوت يرجع إلى التاريخ فيثبت وقوعها فعلا، ويرجع إلى المستقبل فيثبت موعظتها وفائدتها قدرا مقدر، أن غدا سوف نصنع هذا فنجدوه كما أراد الله سبحانه وتعالى.
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من تقسيم علماء المسلمين للقرآن إلى 30 جزءا، قسموه طبقا للحروف غالبا، يعني ممكن التقسيم يجي لك في وسط الآية فيكمل الآية، وأصبح الجزء الثالث يبدأ بقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى البقرة هي واخدة جزئين ودخلين في الثالث. وهذه التجزئة إنما كانت من أجل أن تجعل لنفسك حصة من القرآن كل يوم، فتختم القرآن في 30 يوم اللي هو الشهر. وقسموها إلى حزبين حتى تقرأ حزبا بالنهار وحزبا بالليل، وقسموا الحزب إلى 4 أرباع حتى يستقيم معك أن تتلو كل ربع وأن تعمل على حفظه إذا أردت الحفظ. ولما كتبوه أبدعوا في كتابته حتى كان الدركنار الذي طبع به هذا المصحف في عصرنا الحاضر، وهو أمر تركي قديم، كتب 15 سطر في الصفحة والجزء في 20 صفحة. يبقى الصفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية، مفيش آية تبقى وسط الصفحتين، 20 صفحة. يبقى احنا قرينا كام دلوقتي؟ يبقى 40 صفحة، ما هم جزئين يبقى 40 صفحة. وكان يقرأ، ما احنا 20، هم يقروا احنا عندنا كام ركعة؟ عندنا 17. بنقرأ في قد ايه؟ بنقرأ في 5، بنقرأ فيهم 2 ركعة في الصبح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء. بقى عندنا كام لما نقرأ صفحة في كل ركعة؟ يبقى كام؟ 10. قال والسنة كام؟ قال السنة 17 برضو. بنقرأ كام فيهم؟ 10 تاني. يبقى دي الجزء. يبقى لو قريت يا حافظ صفحة في كل ركعة يبقى وفيت وكفيت وختمت القرآن في الفرض وفي السنة 1 كل شهر. بيفكروا حضارة. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.